خلينا نتكلم في البدايات بقى. طبعا انت ابتديت او امتهنت مهنه صيد الاسماك. طبعا دي يعني المهنه دي من ركائز الاقتصاد المصري، لان طبعا هي زي ما بيقولوا من سله الغذاء، جزء من سله الغذاء. فبدات الشغلانه دي وبدات فيها بس بعيده خالص عن كمال الاجسام. الربط جه ازاي؟ احنا عامه من قريه اسمها السباعه، دي القريه اللي انا منها، من مدينه اسمها برج البرولس، وهي كل اهلها طيبين اللي انا بحب اسلم عليهم كلهم طبعًا لانهم اهلي واصحابي. احنا بنوجه التحيه ليهم. كلهم بيمتهنوا نفس المهنه لان احنا مدينه ساحليه. فده جزء من الشغل اللي بيمتهن كل اهل المكان. بما ان احنا يعني انت عارف الفكره في الارياف وكلام من ده، ما فيش حاجه اسمها ان انت بتدرس وبس او ايا كان. كلنا بندرس وبنشتغل ودي من الحاجات الجميله اللي في الارياف واللي بتخلي الناس برضو عندها يعني شخصيه، عندها جلد، وان هي تبقى طبعا يعني مهمه جدا يعني. فاحنا دي شغلانه كانت جنب دراستنا لحد ما، وطبعا هي جزء من مهنه العيله اللي كلها بتشتغلها، فاوريدي ده مبني عليه اقتصاد. صحيح. بيت او اسره او ايا كان الموضوع. كمال الاجسام هوايه، لان اوريدي انا اخويا كان كمان بيحب كمال الاجسام جدا. فعلا ده كان اخوك الكبير. اخويا الكبير اكبر مني حوالي 13 14 سنه ما شاء الله. فهو كان بيحب اللعبه، وانا كنت شايف ان هو يعني اكبر اسطوره لكمال الاجسام في العالم. الى ان يعني الامور تطورت معايا لحد ما خلصت دراستي، فكان عندي يعني تارجت ان انا يبقى جزء من حياتي لعبه كمال الاجسام، او على الاقل يبقى عندي تبقى جزء من هواياتي اللي انا ممكن اقدر امارسها في يوم من الايام. حبيتها جدا. خلي بالك مش اي حد بيحب بار الحديد. يعني بار الحديد ده بيحتاج يعني مجهود وعايز جلد، مش اي حد يحبه. في ناس تخش صاله الحديد تمشي تقول لك لا انا ما العبش. هو ده كلام جميل، لكن هي الفكره كلها ان كلنا بيبقى عندنا قدر من الطاقه في مرحله شبابنا، واحنا لازم نحطه في المكان الصح، وده يعني لازم يكون توجه كل اسره لاولادهم. انا كنت شايف ان كمال الاجسام يعني هي لعبه بتخدم كل اللعبات، وانا كنت بحب الملاكمه جدا، لكن عشان ابقى بروفيشنال فيها كان لازم اكون شايف مدرب، واحنا كانت القريه امكانياتها يعني على قدها شويه. بس انا كنت شايف كمال الاجسام كمرحله في حياتي ان انا هي باسهل الطرق تقدر تمارسها، فده كنت شايفها حل كويس جدا كرياضه يعني.